انه يتم الحصر ديال الميزانيه. انا عندي بعض الملاحظات وبعض الاسئله. بعد الحال كاين بعض الارقام اللي ماشي مفهومه، ولكن حنا ماشي تنقولوا بان غير صحيحه، ولكن يعني ما كتعطيش الصوره الحقيقيه للوضعيه الماليه ديال الجامعه. وهنا لابد من الاشاره لواحد الرقم اللي عطاوه الاخوان، اللي هو انه نسبه ديال المدافع ارتفعت ما بين 2020 و 2021 من 385 مليون درهم حتى 461 مليون درهم. يا كاسيبان فرق ما بين 2020 و 2021 من 385 حتى 461، اذا بواحد الزياده تقدر تقريبا بواحد 76 مليون درهم ما يتعلق بالمدافع. لكن هذا الرقم اللي شافوه غادي يكون بانه رقم جيد، أننا رفعنا نسبة ديال المراكب 76 مليون ديال الدرهم، لكن الحقيقة أن الجامعة لم تقم بأي مجهود بالغ من هذا، والدليل على ذلك هو أنه الميزانية ولا تقديرات الميزانية اللي كانت عندنا في سنة 2021 ما يتعلق خصوصا بالطالب عام القيمة المضافة، كنا قدرنا على أساس غناخذوا 195 مليون الدرهم، بينما في المداخيل تحولت إلى 223 مليون الدرهم، أيضا تقريبا زيادة ديال 27 مليون درهم، فهاد 76 مليون درهم جبناها فقط من الليبيا، دخلتها مجهود عطاتها لوزارة الداخلية. وهنا كانت واحد الطرش بحكم أننا انتباهات سياسية، خصنا نشكروا الحكومة السابقة اللي كانت كل خطرة كتعطي لهذا الوجدة فلوس، لهذا العالم سي أقدي. الحكومة السابقة عطات الوجدة كان دايما كيزيدوا لنا في الليبي. أما في الأصل الإعلامي 95 مليون درهم، كانوا كيزيدوا لنا واحد العام وصلنا حتى 242 مليون ديال الدرهم. بالتالي بإضافة الدعم اللي تعطى الأحكام القضائية ومجموعة ديال المشاريع اللي تعطات من طرف الحكومة السابقة حتى لا ننسى لأهل الفصل. هنايا ملي كنقول بأنه جمع عدد مجهود التحصيل وصل 96%، هذا كيعني أنا كنبغي أنه التحصيل يكون ذاتي ولا محول على الأقل. كنحس بانه كاين واحد التطور هنا اللي بغينا نشيخ، كيف تحولت المداخيل الذاتيه والمداخيل على الاقل المحوله بالمجهود، شحال تحولت بشحال من الحساب اللي زاد باش نعرفوا بانه كاين مجهود ديال الجماعه. الهدف الى ذلك الاخوان هو انه هذه الزياده وصلها السي بوعابي في اللجنه، وقع واحد التعديل في القانون ديال 47/6، التعديل اللي جاب به القانون 20/7 اللي يدخل حيز التنفيذ 1 جانفي 2021، اللي عطى الجامعات ولا استخلاص في اربع. وهنا ممكن نرجعوا هو انه تمت يعني توسيع مجال تطبيق قسم الزكاه ونصب الخدمات الجماعيه ونصب على الارض ديال الحضاره الفنيه ونصب على عمليه زياره الاراضي اللي يشمل المناطق المسموحه بنظام التهيئه الحضاريه، مراجعه التوزيع عقد الرسم المهني ورسم الزكاه من خلال رفع الحصه المخصصه لفائده ميزانيه الجامعات التي يعني كيتفق بها هذا الرسمي داخل المجالات الترابيه من 80% 87% بالنسبه للرسم النهائي ومن 90% 98% بالنسبه للرسم السكن، رغم ان هذه الوصول راه مهمه كتدخل فلوس. اذا هذه الزياده في المساهمه للجامعه اللي حتى هي كتبقى، وكنا نتمنى ان تعطى لنا في اطار المداخيل اللي تمت بهذا الجانب هذا شحال هي الفلوس اللي دخلت بزياده نتيجه هذا التعديل القانون اللي رجع عليه ذات الحكومه السابقه وعاونات هاد الجماعات باش انها تولي تدخل. بعد الحال الى استخلص من قبل كنت تستخلص واحد المبلغ، دابا الان غير نفس العمليه تدخل بمبلغ اضافي، يعني من 80 كما قلنا 87 بالنسبه للرسم النهائي ومن 90 98% بالنسبه للرسم السكن. توزيع ويعاقب الرسم على عمليه البناء اللي يشمل عمليه الاصلاح وتسويه البنايات غير قانونيه، ترى الامر هذا جاء بالتعديل ديال القانون الجديد. وايضا توزيع بيع الرسم عن اقامه المؤسسات السياحيه بالنسبه للشرطه اللي كانت تذكره وكانت تذكره في المواقع الالكترونيه وما الى ذلك. اذا هذا القانون لو لم يكن هذا القانون سي الرئيس اللي جات اللي تصدق عليه التحليل التنفيذ، هنا كان واحد المجهود بدا قانونا. حنا بغينا دابا باش نعرفوا بان الجامعه دارت مجهود، وحنا عارفين على العموم كنحييو الاخوان الموظفين على المجهود اللي كيقوموا به، راه حنا نشوفوهم كان يعني لاحظوا بانهم دايرين مجهود في اللجنه وفي الشرط، ولكن حنا في الدور ديالنا كمعارضه كنعطيو صوره اخرى من شي خطا وخلنا نبين كاين هناك زياده، ولكن راه ليست نتيجه واحد المجهود بقدر ما انها زياده في امور اخرى وعلاقه زياده لبعض القيمه المضافه. وهنا نجي للمستقبل، خص
يعني النقاش اللي كان سايفو ان الجامعه خصها تقرب على راسها، وبالتالي غادي يقول لهم واحد التعديل القانوني باش يمكنوهم باش انهم يزيدوا يدخلوا يزيدوا يديروا يعني يستدفعوا من المداخيل على الاقل يدخلوا صوم صوم محوله ولا ذاتيه. اذا الديبي احنا عندنا الان ديال على الارقام 42% وفي بيقاسي الرئيس والاخوان الحاضرين 42% اذا كانت يعني في الميزانيه المداخيل ديالنا كلها من الديبي اشكال يعني كتعتمد على الاخر. إذا يا واحد النهار جات وزارة الداخلية ولا المغرب وقرروا بأنه هذه المبالغ الطبية مخصوصة يقول لك اعتمد على راسك يا جماعة عربي هو دار 30% ولا غير مزيان غادي يوقع إشكال. حنا ما كان ما غاديش نقولوا بأنه بعصا سحرية ستقوم بالرفع من المداخل هكذا ما يمكنش أن هذه فيها مساطير، ولكن على الأقل كمجلس وكرئاسة وكأعضاء خصنا نستوعبوا بانه خصنا نديرو مجهود كبير تكون عندنا خطه مدروسه دابا بعين الاستخلاص. وهنا كنتكلم في السيد الرئيس في النقاش ديال الميزانيه قلنا بانه تعهدتي بان غادي دير 10% من باقي استخلاصه، وفي الارقام اللي راك عاطينا هنا انتقل باقي استخلاصه ما بين سنوات 2020 و 2021 من تقريبا 400 وشي حاجه حتى 581% في الكامل بزاف اي دابا بزاف ما بين 2020 و 2021 وانت كتقول بان في 2022 غادي ندخل واحد 10% من باقي استخلاصات، مع ان انت في النقاش ديال الحماس قلنا 30% وتساعد مع الخازين وما الى ذلك غادي ديروا مجهود، ولكن راه صعيب راه فيها مجهود كبير وكبير جدا. حنا بطبيعه الحال دائما مع ربع المداخل حتى الاخوان اللي كيهضروا على تعديل القانون الجنائي وكمدخل من المداخل مدخل من المداخل ديالو ربع من القانون الجنائي مزيان حنا مع هذا ربع من المداخل، ولكن خصنا نعرفوا بان الوضعيه ديال الجامعه ديالنا كيخصها واحد الرقم مخيف ومخيف جدا سي الرئيس، اللي هو ان عندنا تقريبا 96 ل 97% من النفقات ديالنا اجباريه، وخصك تعرف السيد الرئيس بان هذا المقر الاخر باش يدخل القرض سواء من اصل الدين او الدين بحد ذاته يدخل في النفقات الاجباريه. ما يمكنش اذا غادي 97% اكيد غادي تزاد النسبه ديال ما غادي تقول لي راس اليوم ممكن نخرج امور اخرى. هذه واحد وجهه النظر ديالنا من خلال المدرسه ديالنا في الجزائر. كنشكر الاخوان اللي جاوبنا على اخذ المعطيات، وهذه حاجه يعني مزيانه ديال النقاش، لان احنا الهدف ديالنا جميعا كما قلت قبيلات هو المصلحه ديال المدينه وهو رفع المداخل وهو التنميه بالمدينه. شكرا.